على اخر السنه ربنا يسهل ان شاء الله ونحصد حاجه كويسه ان شاء ان الله. شاء الله. مبروك يا كابتن، مصر كسبت كوت ديفوار، طب والله الف صعدنا مبروك. يعني. يمكن ابو جبل صد ضربه جزاء واحده من خمسه واحنا سجلنا الخمسه، طب الحمد فالحمد لله رب لله العالمين، فوزنا الحمد لله ووشك حلوه يا بكره كابتن. وشنا حلو اصلا وماتش الحمد بقى لله ان شاء الله باذن الله هنسنى حضرتك ان شاء الله في دور الثمانيه ان ان شاء شاء الله، الله يعني باذن برضه يعني الله يا نمشيها بقى رب كده ان يا رب شاء ان شاء الله الله. وانت الف مبروك يا كابتن، ان الف مبروك شاء لكل الله مصر كلها، يا رب ان شاء الله يعني ان حاجه شاء الله. تبسطنا وحاجه ده تسعدنا. قاعد جميل حقيقة، هم لعبوا ماتش النهارده كويس برضو جدا وكف يعني احسن جامد يا كل كابتن، مره. كفاح بس هو الحقيقه اللي انا بستعجبه كميه الكلام اللي حوالين المنتخب وهو كوت في ديفوار. بطوله يعني، ما خلاص يعني على المنتخب، يعني الكلام السلبي، قصدي حاجه الكلام كلام السلبي سلبي. طبعا طبعا، ما طبعا، يعني خلاص ما بعد البطوله قول اللي انت حاسب عايز ان انت عايز تقوله. تحاسبه صحيح وقت ما يخرج ووقت ما في سلبيات حاسب زي ما انت حاسب، انما صحيح، المهم ان دايما في البطوله لازم الكل ولسه في اصلا المعركه في كلنا نأيده. الكل في اتجاه واحد الا وهو ان تأييد المنتخب ايا كان اخطائه يعني، صحيح وبعد كده بقى يحيينا المولى سبحانه صحيح. وتعالى. وخلي بالك كابتن، في انتقاد بناء، وفي انتقاد، في انتقاد يهت من عزيمه اللعيبه. على فكره محمد صلاح قال كده، يعني على فكره ده ملوش علاقه بكره ما انا القدم. سمعت امبارح حديثه اللي هو محمد صلاح كان ابدا بيتكلم ان هو بيقول لك انا ما بتفرجش، ولكن ده بيفرق مع لعيبه. بالراحه علينا شويه، هو بيقول كده، هو الراجل يعني عارف هو بيقول ايه، واكيد مر بالامور فندم دي. معلش يعني الناس اللي بتنتقد المدرب يعني، طب انا ابسط حاجه المدرب هيقول لك هو انت اعطيتني فتره الاعداد، ده انا جاي مش عن فتره كذا، بالظبط ده انا جاي كذا جاي كذا، بالظبط بتحاسبني على ايه؟ ده انا بالظبط جاي فتره اعداد واشركتني على طول في بطوله عربيه تمام، وحاولت اعمل مستوى كويس في بطوله عربيه طلعت منها داخل بعد كده مش عارف ايه يعني، بالظبط. ممكن اصلا لو انت عندك ليها بتتهم مبررات، مع ليه انت ليه مبررات، المباريات اصلا؟ مبررات. خلي بالك كابتن، يعني الناس كانت بتنتقد مستر كروش انه بيلاعب اللعيبه في غير مراكزها. طيب هل